باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، ينفق عليه منه وإلا من بيت المال. وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج أو مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة. كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة.